الحقيقة لما قلت إن سفرة بقت جزء من كل بيت مصري ما كانش دي صياغة إعلامية، إنما كانت حقيقة بأقرها. عيد كبير، عيد صغير، شم نسيم، آخر السنة، كريسمس، عيد أم، كل مناسبة مرت علينا هتلاقي سفرة كانت جزء منها وبتحتفل معانا بأكلاتها وصفاتها. يوم في السنة بنتلم فيه كلنا، لأن شم النسيم مش أي يوم، ده يوم بنستناه من السنة للسنة، نحضر نفسنا بالسلطة والطحين، نفكر في طرق جديدة، نخلي بيها الفسيخ شربه، ننقيه على الفرازة والرنجة بنختارها بالواحدة، بطارخ وبصل ولا سيمون في مين. شم النسيم أحلى يوم على السفرة. كل حاجة في رمضان ليها طعم تاني، من أول ما هلاله يبان الدنيا بيتغير حالها. رمضان يعني الزينة والفوانيس اللي مالية الشوارع، يميس وبلح وأحلى كوباية عدس سوس عمر الدين. رمضان يعني ريحة الأكل في كل البيوت. العزوم على مين النهاردة؟ ما تقلقوش، مع الوصفة الشربينية عشا وجيرة وطبق بيلف على كل الجيران، يعني لمة الأصحاب وسهر حد الفن. رمضان شهر البركة والخير، كل سنة وإحنا مع بعض وحوالين زبرة متجمعين. أول كلمة وأول حب وأول حضن بيضم هو حضن الأم، الأم اللي العالم كله بيفتكرها في يوم هي فاكرنا كل يوم، كل يوم وكل أم طيبة، كل يوم وكل أم طيبة. الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.